انا ببقى سعيده جدا واكيد كريم كمان لما بنستضيف يعني كابل او زوجين من نفس الرياضه او من ابطال حتى في رياضات مختلفه. هم مش ابطال عاديين، دول ابطال عالم وواصلين كمان ورافعين اسم مصر في محافل دوليه كمان مختلفه، وجمعتهم قصه حب وهنعرف تفاصيلها. هنتكلم في كل ده، هم ابطال كل واحد في مجاله او لعبته خلينا نقول المفضله. هيحكوا لنا بقى ازاي رفعوا اسم مصر عالميا والمشوار اللي اكيد كان فيه صعوبات كتيره جدا وتحديات كمان اكبر. خلينا نرحب بكابتن ناديه فكري، بطلة العالم في رفع الأثقال البارالمبي. بونسوار وصباح الهنا، مش عارفة بونسوار ازاي، بونجور وصباح الهنا يعني، عشان انت كنت جاي زعلانة فأنا والله وطرتيني. كابتن صلاح عطا يعني بطل العالم البارالمبي في الكرة الطايرة، صباح الهنا، انتوا الاثنين منورينا وعايزاكي بقى تبقي كده مبسوطة معانا ها عشان الحلقة تكمل. هي مبسوطة وكل زي الفل الحمد لله، احنا بيها جدا، ولو حصل اي حاجه يعني عديها، مفيش اي حاجه خلاص، حاجات كلها ورده ان شاء الله كده يعني تبقى فقره حلوه. وهنتكلم بقى في كل التفاصيل لان احنا عندنا فضول انا وكريم تحديدا كمان نعرف قصه الحب ونعرف قصه الكفاح كمان، ان انت توصلي رغم كل التحديات لبطله وبطله عالم ترفعي اسم مصر كمان، فدي اكيد حاجه مش سهله. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينكم الكرام. انا بس حابه في الاول ان انا اقدم تعزينه لاهلينا في ليبيا طبعًا وفي المغرب طبعا، ونقول ان شاء الله المحنه دي تعدي على خير ان شاء الله. وانا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. اكيد ماليه ايدك بالمعلومه دي، ده انا كنت لسه بقول لك قبل ما نطلع على الهواء مع بطله عالم ومكشره ازاي يا عالم ازاي كده يعني. انا عايز بس اقرا لحضراتكم، اللي طبعا استحاله احفظ هذا كم من الانجازات، فانا هقراها من الورق اسمحوا لي برضه عشان تاخدوا خلفيه كده بسيطه. لما بنقول ابطال فاحنا مش بنبالغ في هذا الوصف، يعني كابتن ناديه حققت ميداليات في 4 بطولات بارالمبيه وست بطولات عالم، 4 بطولات افريقيه، 3 بطولات عربيه، واكثر من 10 بطولات دوليه. فيما يتعلق بكابتن صلاح، 4 بطولات بارالمبية، 5 بطولات عالم، 5 بطولات إفريقية، 5 بطولات عربية، 4 بطولات كأس عالم للأندية، إلى جانب حصوله على الكرة الذهبية في بطولة إفريقيا في رواندا 2017. اللهم صل على كامل الناس. الحمد لله. إيه ده؟ الحمد لله. ده أنا فرهدت وأنا بقرأ إنجازاتكم يا حضرات، منورين الدنيا، أهلا بيكم. النقطة اللي ابتدت بيها نهاوند هي اللي لازم نستهل بيها كلامنا ده، وقصة الحب الجميلة اللي جمعتكم ابتدت إزاي وجت إزاي، ونبتدي معاك يا كابتن نادي، اتفضلي. هو كانت من سيدني 2000، اولمبياد سيدني 2000، يعني كان هو من نفس النادي بتاعي بس ما كانش فيه بيحصل احتكاك، لان انا بلعب رفع اثقال وهو بيلعب فولي، حتى ما بيبقاش فيه اماكن للتواجد مكانه غيري، فيعتبر المحك اللي اتقابلنا فيه كان اولمبياد سيدني، فابتدت كده من المطار يعني. بس كان في نظرات قبلها في النادي، نادي منها يعني. كده كان فيها كابتن نادي، كان فيها كابتن نادي والناس كلها كانت بتتكلم عن الموضوع ده. كنت استنى تمرينك لما لا احنا نسمع منك انت كابتن صلاح، عشان واضح ان كابتن ناديه بتنحي جانبا بعض الحقائق المهمه. اتفضل. لا احنا كنا، هي طبعا كابتن ناديه طبعا هي اقدم مني وهي الكابتن بتاعي يعني، فهي كانت تخلص تمرينها، كان بنخلص في نفس التوقيت وبنبدا في نفس التوقيت، فكنت بتلكك وبستنى يعني نظرات مش عارف ايه كده، بس ما كانش في كلام، بس كان في يعني الحمد لله كان في قبول يعني. تركيز كان في تركيز. كانت اول اولمبياد لينا احنا الاثنين، اولمبياد سيدني دي كانت احلى اولمبياد في حياتنا يعني، اولمبياد سيدني دي بقى. فلما ربنا كرمها بقى الحمد لله بميداليا، وانا ربنا كرمني المركز الرابع لاول مره في تاريخ الالعاب الجماعيه. جميل. ففتحت الموضوع بقى، قلت لها انا عايز اخطبك بقى. طبعا عايز اخطبك وهاجي البيت عندكم. خلصت الموضوع، فتحتها هناك بقى في سيدني. البعثه كلها حضرتك مش قادر اقول لك يعني، قلت المدير الفني بتاعها الدكتور علي والمدير الفني مصر يعني عرفت. مصر كلها عرفت والله. بعد كده الحمد لله اول ما نزلت اول اسبوع على طول رحت البيت عندهم الحمد لله، وارتبطنا بقى. احنا لاعبين حوالي 3 اولمبياد مع بعض يعني. ما شاء الله، حلو جدا الكلام ده. حلو ان كمان يبقى لما الواحد يختار شريك حياه من نفس المجال بتاعه بيبقى الموضوع ألذ بكتير واحسن بكتير واسهل كمان بكتير. بيبقى في تفاهم كبير قوي يعني، في تقدير كمان صح، بينعكس برضه على الاسره، ان ما يبقاش في يعني بيبقى في اوقات كتير قوي في معسكر، انا في البيت، انا ببقى في المعسكر وهو في البيت، اوقات احنا الاثنين نبقى في المعسكر اساسا والولاد بيبقوا مثلا عند ماما الله يرحمها، خاصه في الثلاث اولمبيات الاولانيين. فكان لو هو ما عندوش حته ان هو اللي هو اساسا مش من نفس المجال كان هيبقى فيه مشاكل طبعا. لكن الحمد لله ان هو في نفس المجال، بس الحمد لله انه مش في نفس اللعبه بصراحه، عشان كنا هنضرب في بعض جامد. مش في نفس اللعبه، مش فعلا. لا في نفس اللعبه بيبقى حضرتك بتبقى يعني ممكن يبقى في حته غيره، حته نفسانه، حته أوكي. لكن حته في نفس المجال ان هو مجال رياضي ففاهمين بعض،
هو كمان عشان لعبة جماعية وأنا لعبة فردية، فدي كمان فرقت معايا كتير قوي في التعامل. هو دايما على طول الحمد لله ربنا يبارك له شايفني نجمه وشايفني ستار. ما انت نجمه فعلا، ربنا يخليك يا رب. انا مش بتجيب حاجه من عندنا، ما هو من اعمالكم بصوره عليكم. كلمه بطل في العالم، امال مين اللي نجم؟ صحيح طبعا يعني. لا فهو بصراحه مدعمني كتير يعني، واقف في ظهري كتير. اوقات كتير كنت بقول خلاص انا مش هقدر اكمل، لا هو على طول سبورت ليا وعلى طول لا هتقدري. الناس اللي زي كده نعمه من عند ربنا فعلا. من اول ما دخلوا العوانت، من اول ما دخلوا كل مظاهر المحبه والحنان موجوده فعلا من استاذ صلاح، يعني باين حتى في نظره العين. ربنا يخليكم لبعض يا رب. شركه في الحياه يعني. صحيح. يعني حته انا اسف يعني السيد دي هي اللي دمرتنا، لكن الله على كلامك بقى. لكن الحياه مشاركه. صح والله. هي دي اصل الناس بتفتكر ان الجواز ده يعني شركه، بمعنى لا ان انا ايه، انا لازم يبقى في واحد المدير والتاني الموظف. حاجه صعبه جدا. احنا الاثنين بنبني البيت ده على فكره. بالظبط يعني احنا شركه في كل حاجه، في حياتنا، في ارائنا، في كل حاجه. والحمد لله ربنا كرمنا. عشان كده بيعمل الجواز ناجح. اللي احنا في الرياضه برضو متفاهمين في الحته دي برضو. فهي مشاركه الراي، والراي ما احجرش على رايها ولا ضيقها ولا تلغيها وتلغي مستقبلها. صحيح. هي شريكه حياتي، هي المسمى شريكه حياتي. انت عايز جايزه والله العظيم غير الجوايز دي. يعني جايزه انا اللي هديها لك. لا والله انا بحب يعني ان انا اشكرها بجد والله، لان السنه دي بالذات، السنه دي يعني تاريخنا كله بقى لنا بتاع 20 سنه في المنتخب، لكن السنه دي بالذات كان السنه صعبه عليها جدا جدا. يمكن انا يعني كنت يعني ليه كنت بقى خلينا نعرف. لان كان معاها منافسه خارجيه وداخليه، وفي نفس الوقت ابننا محمد في ثانويه عامه وزوج رخم زي كده. فبعد ضغط المعسكرات المساله بتبقى 50-50 يعني. المعسكرات ما بتبقاش كلها حلوه وما بتبقاش كلها وحشه. طبعا في ضغوط، وفي بيبقى يعني في حاجات كده ومسؤوليه كبيره ومستوى مش عايز تنزله عنه. فهي بقى المرحله دي السنه دي كلها، البيت عامل ايه، الولد عامل ايه، الدرس عامل ايه، انت عامل ايه، كل ده بعد والله المنافسة. هو لا هو بيغفل دوره. لا بعد هو بصراحه هو اللي كان شايل كتير. لا مع المنافسه بقى برضه. انت كنت بتسالي الحته دي برضه عندها وهي في الملعب برضه، الضغوط دي ازاي هي متحمله كل ده. طبعا ازاي هي بتنافس وبتتمرن بها، ضغط مدربين، ضغط الفرقه، بها بيت، بها ثانويه عامه، بها ثالثه ثانوي كمان. فكل ده ضغوطات عليها هي اكتر من عليا انا. ما ده بقى ياخدنا ان احنا نبدا من الاول خالص. كابتن ناديه بالبدايه يعني انا الفكره جات لي ازاي؟ انا دلوقتي شخص عادي لسه ما بقتش بطل، لسه ما بمارسش رياضه، وبعدين ابتديت بقى خطواتي الاولى ازاي، وبعد كده التحديات اللي واجهتك، بعد كده الاصرار جالك منين، مين اللي كان بيدعمك لغايه لما وصلتي دلوقتي بطله العالم؟ فلا حابين نعرف المشوار بجد حتى لو سريعا. لا هو المشوار طويل قوي. انا بلعب رياضه من زمان، كنت بلعب سباحه اصلا، وبعدين وقفت في الثانويه العامه، وبعدين كنت قاعد بسمع الراديو فلقيت ان في رفع اثقال لذوي الاحتياجات الخاصه، فقلت ازاي يعني. كان في بنت هي رائده في المجال دوت، كان اسمها فاتن حجازي، انا ببعت لها التحيه من برنامجكم بصراحه. هي فسمعت فقلت ازاي يعني، ازاي راجعه من بطوله وازاي. فاستاذنت والدتي ورحت النادي ورحت شفت المدرب. اول ما شافني قال له لا انت يجي مني انا ما اعرفش اعمل حاجه. قال لا تعالي، وعمل لي تيست، وساعتها شلت 60 كيلو. فانا حتى استغربت نفسي قوي 60 كيلو. فبعد كده رحت قلت لوالدتي، فهي اعترضت بصراحه في الاول، قالت لي طب سباحه كانت مرونه وكانت تنفعك عشان خاطر عضلاتك وبتاع، لكن رفع اثقال ده يعني حديد، وهي بقى واخده اني كمال اجسام يعني هبقى كده بقى زيه. فقلت لها لا دي حاجه ودي حاجه. فقالت لي بصي انا كنت بساعدك واوديك واجيبك، انت دلوقتي كبرتي والخطوه ديت شوفي نفسك هتقدري تعمليها ولا مش هتقدري تعمليها. كان عندك كام سنه تحديدا؟ كنت ثانويه عامه وقتها 17 18 16 مثلا. لا مش قوي كده. كان 17. اوكي فرقت. وبعدين قعدت اتدرب فتره وحققت بطولات جمهوريه، وبعدين انضميت للمنتخب وسافرت اول بطوله ليا 97 في بطوله سلوفاكيا، وحققت فيها المركز الثاني فضه. واو دي اول بطوله أول وعلى طول حققتي ميداليه. ما شاء الله. البطوله الثانيه كانت 98. يعني على الصعيدين بقى الرياضي والشخصي، يعني في الحياه الزوجيه وفي الحياه المهنيه انجاز التعبير، ايه ابرز التحديات اللي اضطريتوا ان انتوا تخوضوا فيها مع بعض وكان كتفكم فيها في كتف بعض؟ هي الرياضه، هي الرياضه حياتنا. وكان فكرنا ان احنا لازم نأسس بيت، ده نمره واحد عندنا.
كنا ناسس بيت والرياضه، لان احنا كافحنا جدا في الرياضه والله، يعني تعبنا جامد، هي تعبت جامد جدا. هو الاجازات دي ما بتجيش لدرجه ان احنا ممكن طبعا في الاولمبيات ما نكلمش بعض، يعني احنا في الاولمبيات ما بنقعدش كده جنب بعض. يعني انا زوجتي مثلا كل واحد مركز، يعني كل واحد في فرقته مع فرقته يعني ما اقولش مثلا لدينا انا عايز اقعد مع نادي على الطياره، مش لا ماليش دعوه والله خالص، ممكن اقابلها في المطعم صدفه كمان. فكلينا والله الكلام ده بجد، كلينا هدف معين اللي احنا لازم نحققه، ده جنب البيت بقى، جنب الحياه الزوجيه بقى، دي في حته ثانيه خالص، بنفصل بقى في الرياضه. يعني في حته البيت لما يكون في البيت بنفسه، بيبقى في خلافات في وجهات النظر في الرياضه، ده عادي وسوي بس الحمد لله اللي هي في الرياضه، الحمد لله يعني النعمه من عند ربنا. لا ولو حتى في البيت ده عادي طبيعي يعني، مفيش فده كان هدفنا الواحد، ان احنا نعمل اسره وربنا يكرمنا، والرياضه ده كانت حياتنا كلها، رياضه وبيت، ما عندناش اي حاجه ثانيه خالص. ربنا يبارك لكم في الاثنين. الحمد لله. وبعد كده بقى يعني ابتديتي تاخدي بطولات برفع الاثقال، وبعد كده بعد كده بطوله عالم، بعد كده رحت اول اولمبيات، وبعدين الثانيه، وبعدين الثالثه، وبعدين توقفت شويه، وبعد كده رجعت ثاني 2016، وبعدين توالت بقى البطولات النجاحات. الحمد لله. الحمد لله. طب عايز اسالك سؤال شويه يعني في تفاصيل، البطل العالم في رفع الاثقال البارالمبي، هل بيبقى فيه يعني اكتفاء مالي؟ هل بيبقى فيه مرتب مثلا شهري؟ هل في حاجه تانية بجانب انك بطله في هذه الرياضه يعني ليها مدخول ليكي؟ خلينا برضو نبقى عارفين حياه الابطال عندنا ازاي. لا والله هو حته الاكتفاء المالي ده، حضرتك حضرت التمرين ليك بدل، ما حضرتش التمرين مفيش بدل. والبطولات الجوائز، الجوائز بيبقى احنا الدوله مساويانا يعني. لا بس واضح ان المكافآت زينا متواضعه من رد فعلكم انتوا الاثنين. انا كنت ببصص لحضرتك يا استاذ رحمه وانا هوند بتقول لكم السؤال ده، فلقيتك ايه للمره الاولى بتنسحب الابتسامه من على وشك وهي بتسال السؤال. لا خلينا نتكلم بصراحه. لا بصراحه هو احلى عصر اللي احنا عايشينه في الفتره الحاليه ده بامانه ربنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو سوانا بالاسوياء، ما بقاش فيه ولا سوي ولا معاق في حته المكافئات. فبقت يعني حضرتك بيبقى في لائحه في الوزاره، بتجيب اول في لائحه كذا، بيبقى في لائحه كذا، في مساواه في الكذا ده، بيبقى مناسب لحجم الانجاز اللي اتحقق، وخصوصا في بطولات العالم. مش كله، مش دايما. لا مش دايما. برضه بيبقى في العاب شويه وفي رعاه كتير، فالموضوع بيبقى مختلف شويه. طب ده على صعيد المكافئات، على صعيد بقى دعمكم لممارسه الرياضه، هل الاتحاد مكفي متطلبات لعيبته؟ هو على قد في الحالتين، في حاله رفع الاثقال وفي حاله رياضه حضرتك، هو على قد المتاح يعني، المتاح عندهم يعني هو لو عايز يدينا الخزنه كلها اللي عنده يعني ده، بس هي في كذا لعبه وفي كذا معسكر، والبدلات ومعسكرات احنا بنعسكر بالشهور، ما بنعسكرش مثلا اسبوعين ثلاثه مثلا، لا احنا بنعسكر بالشهور. بس مش على حسابكم الشخصي صح؟ لا ما فيش حاجه على حسابنا الشخصي. لا رعايه طبيه من اللجنه البرلمانيه، ده مهم. لا رعايه طبيه، المركز الاولمبي احنا على طول معسكرين هناك. لا في الحته دي بصراحه في اهتمام يعني كوي. لكن حته المكافئات دي هي ساعات بتبقى حسب ما بتمشي يعني. لا ما فهمتش يعني ايه، يعني شويه تبقى مظبوطه وشويه ما تبقاش مظبوطه. يعني ممكن تاخد المكافاه بتاعتك قليله مثلا المرات شويه. المره دي يعني ما بتبقاش في لائحه يعني ثابته يعني الا لما يكون في ضغوط يعني. يعني نتمنى ان يكون في، انا بسال السؤال ده ليه، انا وكريم دايما نكون حريصين ان احنا نسال ابطالنا فيه، لان احنا بنتمنى ان يبقى لو في اي عقبه يتم يعني التخلص منها، علشان يبقى التركيز بس فكره ان انا بطل رياضي عايز اروح احقق ميداليه، مبقاش في بقى مشاكل، مبقاش في اي حاجه بتعوق المسيره دي طبعا. عشان في الاخر ما نجيش نلوم البطل نفسه نقول انت ما حققتش ليه، ما عنده مشاكل كتيره بيمر بيها، فعشان كده كنا عايزين نطمن يعني. فنتمنى على كل حال يكون في افضل كمان الفتره اللي جايه طبعا مع الاهتمام من الدوله، لكن كمان الدعم المالي مهم جدا، وكمان فكره السبونسرز لو يبتدوا يفكروا شويه ويهتموا بالابطال البارالمبيين بتوعنا، اعتقد انتوا في امس حاجه كمان لده الفتره كمان اللي جايه. طيب المشاركات البارالمبيه خلينا كده نرجع ليها شويه، وفكره هنا برضو التنافس مع العالم كله والقدرات بقى المختلفه اللي بتشوفيها في دول مختلفه، بتحسسك ان احنا في ليفل ايه؟ يعني احنا بعاد ولا احنا قريبين؟ هم بيحصلوا على ايه من اهتمام احنا لسه مش عندنا؟ يعني خلينا نفهم من وجهه نظر بطل كان هناك متواجد. هو رفع الاثقال اساسا مصر رائده في رفع الاثقال، يعني احنا كنا دايما من ثلاث دول الاوائل، ما كناش اول نبقى ثاني نبقى ثالث، احنا للاسف الفتره الاخيره تراجعنا بقينا خامس.
فدوت برضو للفروقات الجامدة ما بيننا وما بينهم في حتة الاهتمام الرعاية. أنا بلاقي مثلا كل مدرب كل لاعب معاه مدرب لوحده. أنا كنت ببقى قاعدة في أنا كنت كنا 20 بنت فكنا 10 و10 فقاعدة أنا كنت أنا وزميلتي مدرب واحد اللي بيطلعنا. فأنا استعنت بمدرب من البرازيل إن هو يطلعني الرمل لأن هي بتبقى جوه إحنا كنا 2 في الميزان فهي كانت بتبقى جوه وأنا داخلة المحاولة وراه فمدرب البرازيل بقى هو يطلعني وبعدين استنى المدرب قبل ما يخرج منها ويجي لي جري. طب ما ده تقصير. مش حته تقصير حته ان احنا ما عندناش فكره ان احنا نزود عدد المدربين ده عشان التكلفه يعني. طب ما ده مش صح. انا اصلا مش برمي لوم على حد قد ما بقول لا بس احنا بنتكلم عن المشاكل عشان نحلها ملناش دعوه دلوقتي مين مسؤول عنها. بنتكلم عن المشاكل. هتلاقي معظم المشاكل مرجعيتها فعلا ان الرقم المحطوط في الميزانيه لا يتناسب مع حجم المطلوب وعلما بان في حاله الابطال البارالمبيين المتطلبات المفروض تبقى اكتر طبعا. حتى عنصر المساعد الشخصي او عنصر المدرب الفردي الشخصي مع كل لاعب دي نقطه مهمه جدا. لا المنافسات حضرتك كمان المنافسات يعني ناديه كانت بتتكلم دلوقتي بقى 20 لعيبه ومدرب بس والاحتكاك والناس فعلا عدت زي ما حضرتك قلت كده. احنا عندنا برضو في الفولي كده احنا اكتر فرقه في العالم بتتمرن لكن اقل فرقه في العالم بتحتك. لكن هي كل اوروبا كلها ما فيش ما بينهم خطوتين يبقى في بطوله دوليه في بطوله لعب ممكن يروح يلعب منتخب يلعب منتخب. لكن احنا اكتر فرقه بتتدرب في العالم تتمرن فانا خلاص انا حفظت زميلي مهما هيعمل معايا انا خلاص انا حفظته هيعمل ايه انا عرفت هو بيفكر في ايه. فهنا والفرق كلها سبقتنا في فرق سبقتنا بجد يعني. ايه اكبر او اصعب المنافسين سواء في الطايره او في رفع الاثقال؟ في رفع اثقال الصين ونيجيريا. الصين مع ان بص حجمين مختلفين الصين ونيجيريا مش عارفه احدد الرياضه دي عايزه ايه من الاجسام بالظبط غريبه جدا. والطايره لا الطايره نمره واحد ايران والبوسنه روسيا بس كان عندها المشكله ديت ودلوقتي البرازيل وفي فرق كتيره جدا خمس ست فرق وكازاخستان لسه طالع جديد دلوقتي. هل حققنا اي يعني كم عدد الميداليات اللي حققناها سواء هنا في الطايره او رفع الاثقال على مدار البارالمبيكس اللي فاتت؟ البارالمبيك انا معايا 3 ميداليات وصلاح معاه ميداليه. انا معايا ميداليه معلش تنديعه كابتن صلاح دي تنديعه واللي جاي حلو ان شاء الله بس الحمد لله والحمد لله بيتنا في اكتر من 30 40 ميداليه دوليه الحمد لله. لكن انا حصلت على الميداليه الاولمبيه واحده بتاعت اتينا واثنين كاس عالم للانديه وبرونزيه كاس عالم في هولندا 2006 خلاف افريقيا دي نمره اول يعني على طول. لما بيكون معانا مثلا ضيف فليكن مثلا بطل جمهوريه في رياضه ما من الرياضات تمام طبيعي جدا لما تيجي تساله ويقول لك يعني عن احلامه وبيحلم بايه وبيتمنى ايه في المستقبل هتلاقيه نفسه يبقى بطل العرب بطل افريقيا حاجات زي كده. لكن في حالتكم مش عارف السؤال حتى يعني ليه معنى ولا لا الحقيقه لان انتوا عملتوا كل حاجه ممكن تتعمل. انتوا جبتوا سقف البطولات الرياضيه في كل رياضه منهم على حده. ومع هذا خليني برضو اعرف منك كابتن ناديه هل عندك احلام معينه لقدام نفسك ايه تاني يحصل نفسك تزودي ايه من الدروع والكؤوس والميداليات الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله انا بستعد حاليا لباريس فان شاء الله اولمبياد باريس ان شاء الله بتمنى كده وان ربنا يكرمني وان شاء الله احقق فيه الذهبيه. يا ريت ده احنا كلنا نتمنى حقيقي ده يعني باذن الله. بس خطواتك من او استعداداتك كانت من امتى عشان اولمبياد او بارالمبياد باريس يعني؟ من 21 شاركت في بطوله عالم 22 شاركت في افريقيا كانت معموله هنا في مصر في صالة حسن مصطفى والسنة دي اهوت بطولة عالم تانية واللي جاي ان شاء الله في بطولتين لازم العبهم في 24 وبعد كده باريس ان شاء الله. ان شاء الله كابتن صلاح برضه هيشارك في باريس 2024 ان شاء الله بس اتمنى لها يا رب اللي تحققه يا رب كده والميداليه الذهبيه يا رب كده واتمنى لها الخير ان شاء الله باذن الله هي وزمايلها. لكن ان شاء الله احنا برضه لسه المنتخب بتاعنا ما اتجمعش ولسه احنا عشان احنا لعبه جماعيه لسه بيبقى في اختيارات طبعا خلاف بيختاروا من الدوري وكده حاجه روتينيه يعني. لكن النادي طبعا عشان لعبه رقميه فبتبقى مستقله لوحدها فاحنا برضو هنستعد عندنا بطوله عالم وان شاء الله نستعد لبطوله افريقيا مؤهله لباريس. لو كان شارك معاك في باريس عينك عليه بقى موضوع بقى انك بتقابله بالصدفه في الكوريدور وفي المطعم والكلام ده مش هينفع بقى الكلام ده عينك على كابتن صلاح. لا ده احنا والله لما بقول لحد كده كان بيستغرب يعني انا ممكن كنت اشوفها مثلا راح المطعم مثلا ما عامله ايه كده بس كده ممكن بعد ما نخلص بقى خلصنا المهمه اللي علينا
والمهمه الوطنيه الحمد لله خلاص ممكن بقى نقعد نتغدى هنروح فين لو عملنا لنا يوم خروج ولا حاجه خلاص بقى زوجتي بقى هنا بقى طبعا. طبعا في حد من ولادكم برضو في الرياضه او بطل رياضي ولا ما فيش؟ لا هم بيحبوا يلعبوا كوره بس يعني شخصي كده. خلفين كم ولدين؟ ولدين ما شاء الله ربنا يبارك. يعني مش واخدينها على مستوى الاحترافي انهم بيلعبوا عادي؟ لا كان اياد بس هو صغير كان في منتخب براعم واشترك في كذا دوري بعد كده اما كبر شويه بقى مالوش خلق. انتوا عندكم ولدين اعمارهم كم سنه بالمناسبه؟ محمد 17 هيتم 18 اهوت الشهر الجاي وإياد 13. طب انتوا فكره ان انتوا ساعات كتير مش كتير ده انتوا اغلب الوقت غالبا مسافرين بتشاركوا في بطوله ما في دوله ما بيعملوا ايه الولاد بقى في الحاله دي لما تكونوا انتوا الاثنين مسافرين سواء في معسكر او في بطوله من البطولات؟ لما حصلت 2008 هي حصلت 2008 في بس كان في كان محمد كان صغير كان محمد لسه كان محمد بس لسه صغير وهي الاولمبياد هي بس اللي بنبقى مع بعض فيها بره لكن معظم البطولات بيبقى هو بره وانا هنا المعسكرات بقى اللي ممكن احنا الاثنين نبقى بره وهم لوحدهم بس مع كان مع والدتي الله يرحمه رحمه الله لكن دلوقتي معظم الوقت احنا بنحاول ان احنا نظبط المعسكرات عليه لو واعمارهم ما شاء الله كبروا انتوا قطعتوا شوط كبير الحمد لله محمد لسه مخلص ثانويه عامه الحمد لله وداخل الجامعه الحمد لله يعني جميل فهو شايل معانا بقى محمد ابتدى بقى ايه ابتدى بقى يودي اخد درس يوم درس كبر شاركنا يعني طب هل حضرتك بقى بتعمل مع الرياضه مهنه معينه ولا فقط في يعني ديديكيشن او لا. تفاني بس في الرياضه لا الحمد لله هو في عمل خاص عشان ما بقاش اعلان بس كده حاجه خاصه لكن ده شغل يعني لكن ناديه موظفه يعني بجانب الرياضه في كمان دي النقطه اللي كنت بتكلم فيها لان في معظم الدول بيبقى في بطل رياضي معين خصوصا اللي بيشارك في الاولمبياد او غيره بيبقى ليه مدخول معين من الاتحاد الخاص بيه فمعظمهم على فكره ما بيكونوش ليهم وظيفه ثابته يعني لا احنا موظفين وبرضه احنا لينا دخل من الوزاره طبعا عامله لنا اللي حصل على الميداليه الاولمبيه ما شاء الله انتوا عارفين يعني توازنوا ما بين كل المسؤوليات دي فكره الشغل وفكره الالتزام في البطولات والمعسكرات وفكره الولاد معادله صعبه خلي بالك جدا يا كريم حدوته برضه والله مش عشان قاعدين بحضراتكم لا دي حقيقه فعلا اللي احنا فعلا شركه بجد يعني ان احنا بنحل مشاكل ما فيش مشاكل يعني ارائنا قريبه ان احنا شركه بجد يعني ده احنا بنعمل بيت وبنعمل اسره وبنلعب رياضه فحياتنا سهله كل حاجه بناخدها بالعقل وبالراحه مفيش اللي هو المشده وازاي وهنعمل ونتعصب حتى لو اتعصبنا بتبقى مفيش دقيقتين كده بيخرج شويه وبعدين يرجع مفيش خلاص مفيش اي مشاكل فهي الحياه والله سهله جدا وبسيطه جدا احنا اللي بنصعبها فعلا دي فعلا اتفق معاك والله لكن هي الحياه بسيطه جدا زوجتي يعني دي شريكه حياتي يعني شايله اسم وانا شايل اسمها فالحياه ده مش حد صاحبي ولا حاجه لا ربنا يسعدكم يا رب ويبارك لكم يا رب اللي كابتن صلاح لوحده كابتن صلاح ده خلي بالك قد يكون كابتن صلاح اخر قطعه في الفئه دي من الازواج بكلمك بامانه انت خدت قطعه نادره يعني اخر حاجه من عيني عليه عيني عليه ربنا يبارك لكم يا رب ويسعد لكم ايامكم ويفرحكم بولادكم ومزيد من النجاحات والانتصارات وتنورتونا وشرفتونا النهارده ان شاء الله كل التوفيق كمان في اولمبياد وبارالمبيكس بتاعت باريس 2024 ان شاء الله احتمال كمان نكون متواجدين هناك يعني نتمنى والله نتمنى لان كل التوفيق يا رب بعثات الاعلام بقت للاسف مقله جدا في كل بطولاتنا احنا كنا الاول اي سفريه اي بطوله بتبقى معانا بعثه اعلاميه لكن دلوقتي ما بقاش فيه لا بصراحة. باذن الله نكون متواجدين انا حريص حتى لو مش هيكون بشكل اعلامي انا هروح بشكل شخصي انا حابه جدا احضر بجد يعني فاكيد هنتقابل اكيد هنتقابل ان شاء الله طبعا نورتونا وان شاء الله نشوفكم بعد الاولمبياد بقى ويبقى فيه ميداليه ذهبيه زي ما كنت بتوعدينا ان شاء الله اتمنى ان شاء الله دعوات كلنا نروح فاصل ونرجع نكمل الكلام اتفضل